نأتي إلى النداء. النداء هو طلب إقبال المخاطب بحرف من حروف النداء، وهذا الحرف ناب مناب الفعل أدعو أو أنادي. فعندما نقول مثلا يا محمد، يا حرف نداء ناب مناب الفعل أدعو، كأنك قلت أدعو أو أنادي محمدا، فهذا الحرف ناب عن فعل. أدوات النداء، هناك نداء للقريب وهناك نداء للبعيد. النداء للقريب الهمزة وأي، أمحمد، أي بني، أبني، فالهمزة وأي أنادى بهما القريب. وقد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى بالهمزة أو أي تنبيها على أنه مع بعده لا يغيب عن القلب. يقول الشاعر: أسكان نعمان الأراكي تيقنوا بأنكم في ربع قلبي سكان. أسكان نعمان، هو ينادي على أشخاص بعيدين عنه، لكنه استخدم الهمزة ليدل أو لكي ينبه على أن المنادى وإن كان بعيدا في المسافة لكنه قريب في القلب لا يغيب عنه. أما أدوات النداء بعيد يا، وهذه أكثر أدوات النداء استعمالا. لماذا؟ لأنها ينادى بها القريب والبعيد، تقول يا محمد وتقول البعيد أيضا يا محمد. ويا هذه هي الوحيدة التي ينادى بها لفظ الجلالة، أقول يا الله اغفر لي ذنبي. وكثيرا ما تحذف، قال تعالى: يوسف أعرض عن هذا، أصلها يا يوسف. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قال ربي، أصلها يا ربي. تقول الفارعة بنت طريف ترثي أخاها الوليد: فيا شجر الخابور ما لك مورقة، كأنك لم تحزن على ابن طريف. يا شجر الخابور، هنا الشاعرة تنادي على الشجر وهو غير عاقل، لكنه نزلته منزلة العاقل وبدأت تناديه بكلمة يا. أما أيا أيضا ينادى بها البعيد: أيا جبلي نعمان بالله خليا نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها. أيا جبلي النعمان، أيا جبلي نعمان، الشاعر هنا ينادي على جبلين فيقول أيا جبلين، فأيا تستعمل أيضا لنداء البعيد. وكلمة وا تستعمل لنداء البعيد، لكنها تستعمل في الندبة. الندبة يعني بكاء من يندب عليه كالميت أو المفقود. فتقول مثلا: وا عمرا، وا محمدا، وا معتصما. قال الشاعر: فوا عجبا كم يدعي الفضل ناقص، ووا أسفا كم يظهر النقص فاضل. بقية حروف النداء هي كلمة هيا و وآي، وهي أقل استعمالا من سابقاتها. تقول: هيا ذكريات الماضي، فلسطين سلاما واعتذارا، بني قومي، آي بني قومي. هذه أقل من سابقتها، لكن أكثر حروف نداء استعمالا هي كلمة يا، ولذلك نجدها بكسرة في القرآن الكريم. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. النداء قد يخرج عن المعنى الأصلي الموضوع له، فيستعمل لدى البلغاء وغيرهم في أغراض أخرى غير النداء. هذه الأغراض تفهم من قرائن الحال أو من قرائن المقال،
كان يستعمل النداء في الزجر واللوم والتحسر والتأسف والندم والإغراء والاستغاثة واليأس وانقطاع الرجاء والتمني. وكثيرا ما تحذف أداة النداء كما قلت، ولا سيما في نداء الرب ودعائه: رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اغفر لي ولأخي، رب زدني علما، رب انصرني بما كذبون. كل هذه ياء حذفت، أصلها ياء. إن حذف ياء نداء له دلالة في نفس البليغ، وهو أن المنادى هو في أقرب منازل قرب من المنادي، حيث لم يحتج إلى ذكر أداة له لشدة قربه، وهذا يليق بمقام دعاء الرب جل وعلا. فإذا قال الداعي يا ربي، فهو يعبر بذكر أداة النداء عن شدة حاجة نفسه لما يدعو به. لذلك وجدت في القرآن الكريم أن كل نداء في دعاء الرب قد حذفت منه أداة النداء، باستثنائين نداءين ناداهما الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر فيهما أداة النداء ياء تعبيرا عن حالة النفس الحزينة من أجل قومه الذين اتخذوا القرآن مهجورا. قال تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فذكر الرسول حرف النداء ياء مع أنه ينادي ربه الذي هو أقرب إليه من حبل الوريد، ليعبر بمد صوته بأداة النداء يا ربي عن حزنه من أجل قومه وتلهفه لاستجابته وحرصه على نجاتهم. الثاني ما جاء في سورة الزخرف: وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، أي تصلبوا على العناد والكفر، فهم لا يتحركون حركة جديدة يشعرون فيها باقترابه من الإيمان. انتهينا من المبحث الثالث، بقي فيه أنه ينزل القريب منزلة البعيد في النداء لأسباب: للدلالة على أن المنادى رفيع القدر عظيم الشأن، بعيد المنزلة فكأنه في بعد مكان كقول الشاعر: أبا دلة بوركت في كل بلدة، كما بوركت في شهرها ليلة القدر. يبقى إذن إنزال القريب منزلة البعيد في نداء. الشاعر يقول: أبا دلف، يعني يا أبا دلف. هو استخدم أداة النداء التي البعيد رغم أنه قريب، وذلك للدلالة على أن المنادى رفيع القدر. وحين يكون العكس للإشارة إلى أنه وضيع منحط الدرجة، يقول الفرزدق يهجو جريرا: أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع. يقول يا جرير، فهنا استخدم أداة النداء البعيدة رغم أن جرير واقف أمامهما وهو قريب، وذلك لأنه يريد أن يقول أنه وضيع منحط الدرجة، أيضا للإشعار بأن السامع غافل فكأنه غير حاضر في المجلس. تقول يا أيها السادر المزور من صلف، يعني من كبر، مهلا فإنك بالأيام منخدع. يا أيها السادر، أي الغافل، رغم أن المخاطب أمامه واقف لكنه جعله كأنه بعيد غير حاضر في المجلس. من الأغراض التي تخرج إليه نصيغ النداء الحسرة والتوجع، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. الحسرة لا تنادى، لكنها نوديت هنا لإظهار التوجع والحسرة والأسف على ما فاته من فعل الخير. وأيضا في الإغراء، الإغراء هو حث المخاطب على أمر محمود كي يفعله، أقول يا شجاع تقدم. وفي الزجر أقول أفؤادي متى المتاب، ألما تصحو الشيب فوق رأسي ألما. أفؤادي
متى المتاب ألما تصحو والشيب فوق رأسي ألما. طبعا ألما ولما فيها جناس، وإن شاء الله سوف نعرف هذا الأمر.